اللي أخذناه المحاضرة الماضية، شو حكينا لبروس الشباب؟ شو حكينا لبروسس يا شباب؟ بروجرام انكسكيوشن. ممتاز. بروجرام ان اكسكيوشن، برنامج اثناء التنفيذ. متى البروجرام بصير بروسس؟ متى البروجرام بصير بروسس يا شباب؟ لما نحمله بالمين ميموري، لما نحمل البرنامج الباسيف انتيتي للمين ميموري شو بصير؟ حكينا بروسس. طيب حكينا كم جزء للبروسيس؟ في 5 أجزاء، شو هم يا شباب؟ سمعيننا شباب؟ كم جزء للبروسيس؟ 5. التكست سيكشن بيحتوي ايش؟ الكود، البروجرام كود. في عنا الستاك سيكشن، شو بيحتوي لنا؟ تمبوراري داتا، صح؟ زي الفانكشن باراميتر، لوكال فاريبلز الى اخره. الداتا سيكشن بيحتوي لنا الجلوبال variables، وعندنا الهيب سيكشن اللي بيحتوي لنا وين الميموري بدنا نحطه اثناء التنفيذ، بدنا نعمل له allocated بالميموري. والجزء الخامس اللي حكينا عنه ايش؟ البي سي ريجستر، اور البي سي البروجرام كاونتر والسي بي يو ريجستر. طيب كم حاله للبروسيس؟ حالات البروسيس كم؟ شو هم يلا يا شباب؟ شو حالات البروسيس؟ شو حالات البروسيس عندك؟ أول ما ننشئ البروسيس شو بتكون حالتها؟ وات لا نيو، أول إشي حكينا نيو، صح؟ نيو لما ننشئ البروسيس، وين البروسيس إز كرييتد بتكون حالتها إيش؟ نيو. من نيو بتنتقل لأي حالة يا شباب؟ لأي حالة؟ لا مش حكينا البروسيس، أول إشي بنحملها للمين ميموري، من المين ميموري لوين؟ للسي بي يو. معناته شو بتكون حالتها؟ ريدي. شو يعني ريدي؟ جاهزة للتنفيذ وتستنى تاخذ وقت من السي بي يو. لما نحكي جاهزة للتنفيذ معناته وين موجودة؟ بالمهن ميموري. طب ممتاز، من الريدي بتروح لأي حالة؟ لران، لرانينج. ممتاز، للسي بي يو. طيب من الرانينج إلى كم احتمال؟ أثناء الرانينج إلى كم احتمال يا شباب؟ احتمالين، 3. خلينا نحكي الاحتمال الأول إنها تنهي، شو بتصير حالة البروسيس؟ terminated. الاحتمال الثاني إنها تصير بدها input output أو أي waiting for any event. شو for an event شو بتصير حالتها بهاي الحالة؟ waiting. أو الاحتمال الثالث إذا خلص الوقت إلها، زي interrupt صار، أو التايم اللي معطينا يا خلص، وين بترجع؟ already. تمام. طيب من الwaiting لأي حالة بتنتقل يا شباب؟ الويتنج شو احتمال تروح لأي حالة؟ لأي حالة؟ عالرانينج ولا الريدي؟ عالريدي. عالريدي. من الويتنج بترجع لوين؟ للمين ميموري. ممتاز. طيب أخذنا إشي اسمه بروسيس كنترول بلاك. شو البروسيس كنترول بلاك حكينا عنه الشباب؟ شو حكينا البروسيس كنترول بلاك؟ بلاش أصير أسأل عشوائي وأحط علامات شباب، إذا بتجاوبوش مش طالبين منكم علامات ولا شيء، بس نسمع منكم. بلاش أصير أنقع وأحط عليهم علامات كويز إذا فيش تجاوب. شو البروسيس كنترول بلاك حكينا شباب؟ طيب وإحنا مننفذ البروجرام، كل بروجرام يخزن بمكان اسمه بروسيس كنترول بلاك. نكون أدق شوي، غير الجواب زميلكم. طيب وين ركان؟ ركان. طيب خلاص. وين سارة؟ سارة عبيدات. سارة عبيدات. وين غيث؟ عبد الرحمن. هند خريس. شو اسمك بس انت اللي بتشارك معنا؟ عمر محمد ضيف الله بجلبان. طيب عمر، خلاص يا عمر ماشي. طيب
شو حكينا؟ البروسيس كنترول بلوك بيحتوي معلومات عن كل بروسيس، information associated with each process. مثل ايش المعلومات؟ حالة البروسيس، البروسيس اي دي، رقم البروسيس، البروجرام كاونتر، البروسيس الريجستر بيحتوينا، بيحتوينا حسب السكادجولينج information، الميموري مانجمنت كيف رتب البيز والليمت عنده، كل هاي الامور وين موجوده؟ بالبروسيس كنترول بلوك. طيب حكينا الكونتكست سويتش، شو يعني كونتكست سويتش؟ بدي اسمع غير عمر، شو كونتكست سويتش؟ طيب اعتبروا هذا كويز والكل صفر، اذا ما حداش بده يجاوب حريني. اتوقع دكتور مش شاء الله اللي بيكون ببدل بين البروسيس وبروسيس. شو اسمك بس لو سمحت؟ ايش؟ انا حسين. طيب يا حسين، انا مش طالب منكم جواب صح، بس بدنا نتشارك مع بعض جوابك صح. بدي اسمع من الكل، زي ما تفضل زميلك حسين، انه نوقف تنفيذ بروسيس ونبلش تنفيذ بروسيس ثاني، هاي بنسميها ايش؟ كونتكست سويتش. تمام. طيب هاي العمليه كيف بتتم؟ اول شيء كيف بصير؟ بنحفظ كل معلومات الاولد بروسيس، البروسيس بنوقفها بالبروسيس كنترول بلاك الخاص فيها، وبنحمل معلومات البروسيس الجديده من خلال البروسيس كنترول بلاك فيها. هون شو كان السي بي يو فعليا؟ احنا عملنا شيء ايدل معطل، ما نفذناش شيء مهم للنظام. بعديها ببلش بالبروسيس الجديده صح، بدي يرجع للبروسيس القديمه نفس الآلي. تمام. هاي اللي اخذناهم. اخذنا كمان انه في عندنا 3 كيوز بالنظام. الكيو الاولى سميناها جاب كيو. شو جاب كيو؟ حكينا تحتوي كل البروسيس بالنظام. الديفايس كيو شو بتحتوي لنا؟ او الانبوت اوتبوت كيو، كل بروسيس الحالة توم ويتنج بيستنوا انبوت او اوتبوت. طيب وين بيكون؟ باي كيو؟ بالديفايس كيو او الانبوت اوتبوت كيو. وعندنا الريدي كيو شو بتحتوي لنا؟ كل بروسيس الموجودات بالمين ميموري حالتهم ريدي بس بيستنوا ياخذوا وقت من السي بي. تمام. طيب هلا نشوف في ثلاث انواع من السكادجولرز. النوع الاول اللي حكينا عنه انه عندي مجموعه من البروسيس جاهزه بالمين ميموري حالتهم ريدي، بدي السي بي يو يختار واحد. هاي اللي بنسميها شورت تيرم سكادجولر او سي بي يو سكادجولر. شو يعني؟ عندنا مجموعة من البروسيس موجودة بالمين ميموري، كل بروسيس حالة تمريدي طبعا كونهم بالمين ميموري، السي بي يو بده يختار واحدة حتى ينفذها. تمام. بحكي لك هذا في بعض الأوقات هو السكادجولر الوحيد اللي بالسيستم، هو اسمه شورت تيرم سكادجولر أو سي بي يو سكادجولر. نستدعيه بشكل متكرر ولا لا؟ ليش دكتور؟ بس سؤال، على اي اولويه بيختار انه اي برنامج راح ينفذ اولا؟ راح نجي له الشابتر اللي بعده. بس المهم انه الشورت تيرم سكادجولر فكرته عنده مجموعه من البروسيس جاهزه للتنفيذ بالمين ميموري، بده يختار واحده. اوكي. في بعض الاوقات بعض الاحيان بيكون هو السكادجولر الوحيد بالنظام. طيب هل بنستدعي السي بي يو الشورت تيرم سكادجولر او السي بي يو سكادجولر بشكل متكرر ولا لا؟ وليش؟ مرة واحدة دكتور. كيف مرة واحدة؟ يعني إذا السي بي يو اختار بروسيس واحدة بيضل عليها تنو يخلصها؟ لا دكتور، بستدعي مرة واحدة وبنظم العمليات وبس، يعني بنظمها مرة واحدة فقط. طيب هون الشورت تيرم سكادجر أو السي بي يو سكادجر بتظلنا نستدعيه بشكل متكرر. ليش بشكل متكرر؟ ليش؟ لازم يكون العملية سريعة، بنعمل له انفوكت فريكوينتلي بالملي سكند، لانه هذا اكثر شيء بنستخدمه. وين؟ بالتايم شيرنج. بالتايم شيرنج عندي اكثر من بروسيس بدي انفذهم، اتنقل بيناتهم بشكل سريع جدا. لما اوقف تنفيذ بروسيس، شو هاي العمليه؟ كونتكست سويتش، واختار واحده ثانيه. لما نوقفها وين بنرجعها؟ للمين ميموري. بنختار واحده من المين ميموري للسي بي يو اند سو اون. فمشان هيك احنا بنستدعيه بشكل متكرر، وبيكون العملية لازم تكون سريعة. مشان هيك هذا أهم سكادجولر عندنا بالنظام، وفي بعض الأنظمة بس استخدمت الشورت تيرم سكادجولر. طيب هلا لما نحكي لونج تيرم سكادجولر، هذا لا يعني إنه فيش عندنا شورت تيرم سكادجولر، لا، كل الأنظمة فيها شورت تيرم سكادجولر، بس بالإضافة للشورت تيرم عندنا إيش بكون؟ لونج تيرم أو ميديوم تيرم، راح نشوف. طيب هلا اللونج تيرم سكادجولر أو اللي بنسميه جاب سكادجولر، هذا شو دوره؟ بس بيحدد لك أيال البروسيس اللي لازم نجلبها من الهارد ديسك للميموري. لما يحكي لك انتو ريدي كيو،
تمام. لما نحكي الريدي كيو معناته وين موجودات بالميموري، يعني بالبدايه حدد اللونج تيرم سكالشر انه بده 10 بروسيس يحطها بالمين ميموري، من وين جلبهم؟ من وين بجيبهم؟ من الهارد ديسك. من الهارد ديسك. طيب هل هذا بيتم استدعائه بشكل متكرر زي الشورت تيرم ولا بشكل بطيء غير متكرر؟ بشكل بطيء دكتور، بطيء وغير متكرر. ليش؟ لانه من البدايه حدد مثلا تجيب 10 برامج، حطهم من وين؟ جلبهم من الهارد ديسك لوين؟ للريدي كيو، يعني للمين ميموري. طيب هلا ليش اللونج تيرم سكادجولر بحكي لك كنترولز ذا ديجري اوف مالتي بروجرامينج؟ شو يعني؟ كيف كيف بيحدد لنا درجه البرامج اللي عندنا؟ كيف؟ شو المقصود فيها ديجري اوف مالتي بروجرامينج؟ طيب هلا لو جلب لنا 10 اللونج تيرم سكادجولر تمام، وحطهم من الهارد ديسك للمين ميموري، حسب السي بي يو سكادجولر رح يضل دائما يختار واحدة صح؟ اذا عنده 10 بده يتنقل بيناتهم، شو بتكون الديجري اوف مالتي بروجرامينج عندنا؟ 10 صح، هو بينفذ 10 برامج، السي بي يو سكادجولر بضل يتنقل بيناتهم تمام. هلا لو جلب لنا 5 قديش بكون عندنا بالمين ميموري؟ 5. الشورت تيرم سكادجولر او السي بي يو سكادجولر راح يضل ينفذ كم واحد يتنقل بيناتهم بشكل متكرر زي ما حكينا وشكل سريع بين الخمسه تمام، واضح؟ مشان هيك دور اللونج تيرم سكادجولر هو بحكي لك كنترولز ذا ديجري اوف مالتي بروجرامينج. طيب هلا اخذنا اول سكادجولر الشورت تيرم، واخذنا النوع الثاني اللي حكينا عنه اللونج تيرم. الشورت تيرم سميناه سي بي يو سكادجولر لانه سريع ومتكرر، اللونج تيرم سميناه كمان الجاب سكادجولر. هلا بحكي لك في عندنا نوعين من البروسيس بالنظام ممكن نشوفها بشكل عام. انبوت اوت، اتفضل. اللونج تيرم والشورت تيرم موجودات مع بعض، مش كل واحد لحاله. كل الانظمه فيها شورت تيرم، في انظمه بس استخدمت الشورت تيرم لحاله، في انظمه اضافت له ايش اللونج تيرم والميديوم تيرم، بس كله في شورت تيرم. لانه هذاك بيجيبها من الهارد ديسك للمين ميموري، ما بنفع المين ميموري للسي بي يو تور مين الشورت تيرم صح. طيب هلا ممكن نشوف البروسيس بنوعين رئيسيات، input output bound process او CPU bound process. شو يعني input output bound process؟ معظم وقت تايل البروسيس شو بتعمل؟ عمليات ادخال اكثر من العمليات الحسابيه تمام، زي مدخل بيانات الى اخره. شو معظم العمليات عندنا؟ input output اكثر من الكمبيوتيشن. هذا بحكي لك بعطيهم many short CPU pairs. شو يعني؟ شو يعني المقصود فيها؟ بعطيه وقت من السي بي يو عدد كثير، بس قديش وقت السي بي يو بكون؟ قصير. قصير زي مثلا بعطيه 30 بواحد ملي سكن كل مره تمام. هلا الانبوت اوتبوت السي بي يو باوند بروسيس لا العكس، معظم وقت شو بتعمل؟ عمليات كومبيتيشنز اكثر من الانبوت اوتبوت. شو بيعطيها؟ فيو فيري لونج سي بي يو. شو يعني؟ عدد قليل من وقائم من من السي بي يو، مرات السي بي يو، بس كل مره قديش بكون الوقت؟ كثير اصعب، طويل كثير تمام. ليش؟ لانه بده يعمل عمليات كومبيتيشنز. معناته في عندنا نوعين رئيسيات. النوع الاول شو معظم عملياته؟ انبوت اوتبوت باوند بروسيس، بيعمل عمليات الانبوت اكثر من عمليات الكومبيتيشنز. هذا شو بعطيه؟ ماني. لما نحكي ماني متكرر، بس شو وقت السي بي يو؟ من السي بي يو شورت. بينما السي بي يو باوند بروسيس شو بعمل؟ معظم وقته بكون ايش؟ كومبيتيشنز، عمليات حسابيه اكثر من الانبوت اوتبوت. طيب بهاي الحاله شو بعطي؟ عدد قليل فيو. لما نحكي فيو يعني 2-3 مرات، بس شو بكون وقت السي بي يو؟ طويل جدا. طيب هلا اللونج تيرم سكادجولر بحكي لك الهدف منه بسعى انه يعمل جود ميكس. شو يعني جود بروسيس ميكس؟ شو يعني؟ شو يعني شباب؟ انه يدمج بين ال يعني ما يجلب ليش كلهم انبوت اوتبوت باوند بروس ولا كلهم سي بي يو، يجيب من هون ومن هون جزئين تمام من النوعين. واضح شباب؟ واضح. طيب هلا اخذنا الدور اللونج تيرم سكادجولر، حكينا شو هو بيحدد ديجري اوف مالتي بروجرامينج. هلا بدنا نشوف فكره الميديوم تيرم. افرض انه مثلا كانت الديجري اوف مالتي بروجرامينج 20
افرض والسي بي يو سكجر صار يتنقل بين العشرين، هون صار في تقطيع الى اخره، وجدنا انه لازم نقلل العدد البرامج الموجوده بالمين ميموري. بتتم هاي من خلال ايش؟ سكاجلر اسمه الميديوم تيرم سكاجلر. هلا الميديوم تيرم سكاجلر بحكي لك ممكن نضيفه اذا كانت الديجري اوف مالتي بروجرامينج نيدز تو ديكريز، لازم نقللها، بحاجه نقللها. تمام، واضح لحد هون؟ واضح. طيب هلا شوف عنا، لما بنقلل الديجري اوف مالتي بروجرامينج معناته من وين لوين بشيلها؟ من الميموري لوين؟ لوين؟ للديسك. هاي العمليه شو بنسميها؟ سواب اوت. خرجناها من وين؟ من الميموري لوين؟ للهارد ديسك. لما بدي ارجعها مره ثانيه من الهارد ديسك للمين ميموري شو بنسمي العمليه؟ سواب ان. تمام، فالعمليه اللي استخدم هو استخدم ايش؟ مبدا السوابينج. تمام، بشيل البروسيس من الميموري بخزنها على الديسك، هاي شو العمليه؟ سواب اوت. بدي رجع البروسيس من الديسك حتى تكمل تنفيذ للمين ميموري شو بسميها؟ سواب ان. فالعمليه شو سميناها كلها؟ سواب ان وسواب اوت، سوابينج. متى بنستخدمه؟ اذا حكينا الديجري اوف مالتي بروجرامينج بحاجه ايش؟ نقللها. انتبه معي هون، هاي حكينا البروسيس اول ما ننشئها، صح؟ شو بتكون حال التنيو؟ بتروح لوين؟ لاي ستيت شباب؟ لريدي، صح؟ الريدي كيو شو بتحتوي؟ كل بروسيس حالتهم ريدي. من الريدي وين بتروح حكينا؟ لرننج، لرننج للسي بي يو. طيب اثناء التنفيذ كم احتمال حكينا؟ ثلاث، اما انهت تيرمينيتد او صار حالته ويتنج تستنى انبوت اوتبوت بالكيو، يعني نفذنا الانبوت اوتبوت وين بترجع؟ للريدي. او الاحتمال الثالث حكينا وين ترجع؟ على الريدي ستيت، صح؟ اذا زي مثلا خلص الوقت تبعه. هون لا، بالميديوم تيرم نفذناها بشكل جزئي، صح؟ سواب اوت نفذناها بشكل جزئي، وين رجعناها؟ بدل ما ترجع مباشره للمين ميموري وين رجعناها؟ على الديسك، على الهارد ديسك، صح؟ بدنا نرجع ندخلها مره ثانيه، وين بنرجعها؟ على المين ميموري. فهاي العمليه سميناها ايش؟ سواب اوت. بس بدي ارجعها مره ثانيه على الديسك شو بتكون العمليه؟ سواب ان. فكل تفضل. لا لا جاوبك بكل سواب ان. اوكي، فالعمليه هاي اللي اسمها سوابينج. طيب هلا نشوف العمليات اللي ممكن تتم على البروسيس، بس قبل ما نشوف العمليات نراجع الثلاث انواع من السكادجولر. النوع الاول شو سميناه شباب؟ شورت تيرم سكادجولر او سي بي يو سكادجولر. شو مبدا عمله؟ كيف مبدا عمله شباب؟ تنقل من المين ميموري للتنفيذ السي بي يو. اوكي، يعني عندي مجموعه من البروسيس حالتهم ريدي، موجودين بالريدي كيو بالمين ميموري، السي بي يو بده يختار واحده منهم ينفذها، لانه زي ما حكينا السي بي يو دائما بينفذ البروسيس واحده بنفس الوقت. طيب هذا بنستدعيه بشكل متكرر ولا غير متكرر؟ غير متكرر. متكرر متكرر، ولازم تكون العمليه فاست، سريعه، صح؟ طيب النوع الثاني من السكادجولر حكينا عنه ايش؟ لونج تيرم سكادجولر او اللي سميناه ايش؟ جاب سكادجولر. هذا شو دوره؟ بيجذب البرنامج من الهارد ديسك للمين ميموري. بنقول انه من الهارد ديسك للمين ميموري، صح؟ عاد مجموعه من البرامج، هذا بنستدعيه بشكل متكرر ولا غير متكرر؟ متكرر. غير متكرر، العمليه بتكون سلو. طيب استدعاء. طيب هو شو دوره؟ بيحدد لنا ايش الديجري اوف ايش حكينا؟ اوف مالتي بروجرامينج، صح؟ يعني جلب لنا 20 الديجري 20، جلب لنا 10 10 5 5. طيب اذا بدي اقلل الديجري اوف مالتي بروجرامينج شو بنستخدم؟ اي سكادجولر؟ الميديوم تيرم سكادجولر، صح؟ شو حكينا دوره؟ انه ينقل لي من وين؟ يعمل سواب اوت من الميموري لوين؟ للهارد ديسك. للهارد ديسك. اذا بده يرجع يدخلها يكملها بشكل ثاني شو بيعمل؟ سواب ان للمين. واضح؟ طيب حكينا في نوعين رئيسيات من البروسيس ممكن نشوفهم، input output bound process او CPU bound process. شو ال input output؟ معظم وقتها شو معظم الشغلات على الادخال وال input، اكثر من عمليات الكومبيتيشن. طيب قديش بعطيها وقت من CPU؟ كثير ولا قليل؟ قليل. عدد الوقت قليل بس عددهم قديش بيكون؟ كثير. تمام، ممتاز.
الانبوت عفوا السي بي يو باوند بروسيس شو حكينا معظم وقت بتعمل عمليات حسابيه اكثر من الانبوت اوتبوت. هاي شو بعطيها وقت من السي بي يو؟ قليل. لا طويل جدا بس عددهم قليل، عدد الاوقات يعني مثلا بعطيه مرتين من الوقت كل مره 10 تمام، او بعطيها ثلاث كل مره 15، بينما بالانبوت اوتبوت مثلا بعطيها 20 بس كل مره واحد. واضح شباب؟ واضح. طيب بدنا نشوف العمليات اللي بنقدر نعملها على البروسيس. بدنا نشوف شو يعني بروسيس كرييشن، كيف بننفذ البروسيس، كيف نعملها تيرمينيشن. لما نحكي اكسكيوشن تنفيذ تيرمينيشن انهاء. هلا السيستم صار عندنا بيحكي لك لازم يزودك ميكانيزم للبروسيس كرييشن، راح نشوف ليش بروسيس بتنشئ بروسيس، وبروسيس اكسكيوشن تنفيذ والانهاء. هلا ممكن بحكي لك بروسيس تنشئ بروسيس تانية تمام. هاي البروسيس اللي انشأت بروسيس تانية شو بنسميها؟ بيرنت، اب. البيرنت ممكن ينشئ اكثر من بروسيس، اذا انشأ اكثر من بروسيس بنسميهم ايش؟ تشيلدرن. اذا انشأ واحدة شو بنسميها؟ تشايلد. هلا بروسيس انشأت مجموعة من البروسيس، يعني بروسيس 1 نفترض انشأت 2 بروسيسز بي 2 بي 3، البي 2 والبي 3 بالنسبة لبي 1 شو بكونوا؟ children أبناء. B1 بالنسبة لB2 B3 شو بكون؟ parent كأب تمام. هلأ B1 حكينا أنشأ B2 B3، هل B2 ممكن تنشئ processes؟ ممكن؟ آه ممكن. ممكن B1 أنشأ B2 B3، لنفرض B2 أنشأ process B4. هلأ شو بصير عندنا الشكل زي tree، زي شجرة العيلة تمام، كله بشكل عندنا على شكل ايش؟ tree of processes. هلا البي 1 انشا بي 2 بي 3، البي 1 بالنسبه لبي 2 بي 3 ايش؟ parent، والبي 2 والبي 3 بالنسبه لبي 1 ايش؟ children. بي 2 انشا بي 4، شو صار البي 2 اب لبي 2 لبي 4، والبي 4 البي 4 child ابن للبي 2. فيعني بي 4 صار الابو تبع بي 2 والابو تبع البي 1 ايش؟ B1، يعني شكلنا على شكل شجرة العيلة تمام؟ تمام؟ هلأ زي ما أخذنا كل بروسس إلى إيش؟ بروسس آي دي، زي رقم مختلف، فيش تو بروسس عندنا بالنظام إلهم نفس الرقم. طيب هلأ B1 أنشأ تو بروسس B2 B3، وB2 أنشأ مثلاً B4 وB5، B3 أنشأ B6 وB7. بدنا نشوف كيف البروسيس حكينا هي اكتف انتيتي بدها ريسورسز، صح؟ صح. هلا بالنسبه للريسورسز كيف طريقه التشارك بين البيرنت والتشيلدرن؟ في عندنا ثلاث احتمالات، البيرنت والتشيلدرن بتشاركوا بكل الريسورسز تمام، او التشيلدرن باخذ سبسيت مجموعه جزئيه من البيرنت ريسورسز، او البيرنت والتشيلدرن بتشاركوش بإشي، كل واحد له ريسورس مختلف عن الثاني تمام. فهلأ من ناحية الريسورس كم احتمال عندنا؟ ثلاث. إما البيرنت والتشيلدرن بتشاركوا بكل الريسورسز، أو البيرنت والتشيلدرن بتشاركوش ولا بريسورسز، أو التشيلدرن بأخذ مجموعة جزئية سبست من البيرنت ريسورسز. طيب من ناحية الإكسكيوشن كيف بتم التنفيذ؟ إما بتنفذوا بشكل متزامن concurrently، او البيرنت بيستنى حتى التشيلدرن ينهوا. هسه عم راح نشوف باليونكس اختار الخيار الثاني، انه البيرنت بيضلوا يستنى حتى التشيلدرن ينهوا. طيب من ناحيه الادرس سبيس وين راح يكونوا؟ اما بكون دبليكت للبيرنت، او التشايلد بكون له بروجرام بتحمل فيه. طيب انت معي هون؟ لا عفوا. طيب هلا حكينا بالنسبة للريسورسز، نعيد كم احتمال؟ كم احتمال؟ ثلاث. إما بتشاركوا بكل الريسورسز، أو بتشاركوش ولا بإشي، أو التشيلدرن بأخذ مجموعة جزئية من البيرنت ريسورسز. بالنسبة للتنفيذ كم احتمال حكينا؟ احتمالين، إما البيرنت والتشيلدرن بتنفذوا بشكل كونكرنتلي متزامن، أو البيرنت بيستنى حتى إيش؟ التشيلدرن ينهوا تمام؟ طيب سؤالي، ليش البروسس ممكن تنشئ بروسس؟ عشانها بتطلب معلومات،
بتا معلومات من الجديدة بتكون. أوكي زي ما تفضل زميلكم، ممكن تعطيها مهام تنفذ لها إياها صح، أو بحاجة مهمة تعمل لها إياها، أو بشان إنه يوزع العمليات إلى آخره مشان يساعدها بإنجاز المهمة تبعتها صح. واضح شباب؟ طيب هلا باليونكس شو اختار شباب؟ إنه البيرنت يستنى حتى مين ينهي الشيلدرن. بدنا حكينا بروسس ممكن تنشئ بروسس تانية. شو استخدموا الكوماند الأمر فورك؟ شو فورك يعني؟ إنشاء بروسس جديدة. طيب دائما التنفيذ بيجي بعد الإنشاء ولا قبل الإنشاء؟ بعد. دائما أمر execute شو بيجي بعد فورك حتى ننفذ البروسس. طب أنت من معي هلا بروسس، هاي أنشأت بروسس، شو أعطى الكوماند فورك؟ شو يعني فورك؟ أنشأنا بروسس جديدة اللي هي child بروسس صح؟ واضح؟ واضح؟ طيب. شو مننفذ البيرنت؟ شو صار حالة البيرنت؟ ويت بستنى التنفيذ حتى مين ينهي؟ الشايلد. الشايلد صار ينفذ لما يخلص، شو أعطى الكوماند؟ exit إنه انهيت صح؟ هلأ بس أنهى، شو صارت حالة البيرنت؟ تنفيذ، رجع ينفذ. واضح يا شباب؟ واضح الدايجرام؟ واضح. فورك أنشأ بروسيس، البيرنت شو صار حالته؟ ويتك بتنفذش، مين صرنا ننفذ؟ بتشايد الابن. الاكسكيوت بس خلص، شو عمل؟ اكزت. اكزت يعني هاي اعمل تيرمينيشن، اعمل لي انهيني، خلصت انا، خلصت اعطى الكوماند اكزت. هاي البيرنت كان ويت، شو رجع؟ كمل. تمام؟ طيب هاي البروس. تفضل. تفرق عملية المعالجة من اوبريتنج سيستم لاوبريتنج سيستم؟ يعني باليونكس والاوبريتنج سيستم الثاني يعني تفرق؟ اي نعم نعم، كل واحد اختار طريقة معينة. اوكي طيب هلا للتيرمينيشن، هلا لو بدي ينهي البروسيس شو بستخدم الطريقة الطبيعية؟ انهى. حكينا ممكن يكون الانهاء بشكل نورمالي او اب نورمال. اذا نورمال شو بستخدم الكوماند؟ اكزت. شو يعني اكزت؟ انهى بشكل طبيعي مشان يعمل دي الوكيشن لكل الريسورسز اللي كانت معطاة له. تمام. طيب هلا لو بدنا ننهي بشكل غير طبيعي شو بيسمي العملية؟ أبورت، زي إجهاض. بغض النظر لازم نعمل تيرمينيشن. تمام؟ طيب هلأ البروسيس لما تنفذ آخر ستيتمنت وتنهي عملها شو لازم نعملها؟ ديليت صح؟ شو بتستخدم الكوماند؟ إكزت. تمام؟ حكينا بننهي بشكل طبيعي أو غير طبيعي. شكل طبيعي مثلا إيش؟ نفذنا آخر ستيتمنت، آخر إنستركشن، أنهت. لازم تخبر الأوبريتنج سيستم، تسأل الأوبريتنج سيستم يحذفها، كل الريسورسز اللي كانت معطاة لها تروح ترجع. شو بيستخدم الكوماند؟ exit. طيب لما البروسيس اللي أنشأناها زي تشايلد بروسيس بالدايجرام هون أنهت صح؟ شو رجع كمل؟ البيرنت. بهاي الحالة، بهاي الحالة بنرجع كل المعلومات من تشايلد للبيرنت صح؟ وكل الريسورسز اللي كانت معطاة لها إيش؟ RD allocated. شو يعني؟ منشيلها عن البروسيس لأنها هنا. واضح شباب؟ واضح دكتور. إذا كان الإنهاء بشكل غير طبيعي عملنا abnormal، من ننهي البيرنت ممكن ينهي واحدة من البروسيس أو مجموعة من البروسيس children البروسيس باستخدام الأمر abort. شو الأبورت؟ إجهاض، ينهي هاي البروسيس. لا ليش بعض الأهداف؟ بحكي لك ممكن الشايلد أخذ ريسورسز أكثر أو بطلب ريسورسز أكثر من المعطاء له، الوظيفة اللي انشأه عشانها بطل بحاجتها صح؟ صح؟ أو إنه البيرنت نفسه غادر النظام فكل الشيلدرن تبعونه لازم إيش كمان؟ يغادروا ينهوا. تمام؟ تمام؟ تمام دكتور. هلا أبورت إنه شو البيرنت بنهي تنفيذ واحدة من البروسيس مش بشكل طبيعي، مش البروسيس تشايلد بروسيس أو تشيل أو مجموعة البروسيس لانشأهم تشيلدرن بروسيسز خلصوا آخر ستيتمنت أو آخر إنستركشن. لا ممكن يكون التاسك اللي أعطاه إياها بدل بطل بده إياها، أو إنه تجاوزت الريسورسز المعطاة لها، أو إنه نفس البيرنت عمل إكزت أو غادر كل أبنائه. شو لازم يغادر؟ ذا الحال هاي اللي بنسميها كاسكيدنج تيرمينيشن.
الاوبريتنج سيستم تسمع ايش بعض الاوبريتنج سيستم انه تشايلد يظل موجود اذا البيرنت انهى سواء نورمالي او اب نورمالي. اذا البروسيس تيرمينيت then all its children must also be terminated. هاي اللي بيسموه ايش؟ termination, cascading termination. الchildren, the grandchildren الى اخره. طيب هلا B1 انشا B2 B3. B3 انشات B4 B5. لو ال B3 انهت شو بنتهي معها كمان؟ لو انهي B3 شو بننهي معها كمان؟ كل الشايل اللي هم ابنائها B4 و B5 صح؟ صح؟ طيب لو B1 اللي انشأ B2 B3 وال B3 انشأت حكينا B4 و B5 لو B1 انهى بننهي كل الشيلدرين تبعونه صح؟ يعناته بننهي B1 و B2 و B3 B4 و B5 هاي الكاسكيدينج تيرمينيشن. واضح يا شباب؟ دكتور هو زي الاب لما يطلع كلهم بالحقوق ايوه يعني هو الاب ابن ابن الابن الى اخره واضح؟ طيب هلا واضح البروسيس تيرمينيشن شباب؟ واضح دكتور. واضح دكتور. هلا حكينا في نوعين من البروسيس، الاندبندنت بروسيس البروسيس المستقله او البروسيس الديبندنت او الكوبريتنج بروسيس المتعاون. الاندبندنت حكينا انه هاي لا بتاثر ولا بتتاثر تنفيذها تمام. بحكي لك هاي الاندبندنت البروسيس المستقله cannot affect or be affected لا بتاثر ولا بتتاثر by the execution of another process تمام. طيب الكوبريتنج بروسيس حكينا هاي البروسيس الايش زي البيرنت انشا ابناء له هل بياثر او بتاثر البروسيس؟ نعم صح. طيب هلا اللي حكينا الكوبريتنج بروسيس اللي هي ممكن تاثر او تتاثر تنفيذ الاذر بروسيسز من ضمنها مثلا ايش بتشاركوا بالديتا تمام. في عندنا نوعين رئيسيات من البروسيس اما اندبندنت او كوبريتنج او بنسميها ديبندنت. اندبندنت شو معناته؟ مستقله لا بتاثر ولا بتاثرت من تنفيذ البروسيس الثانيه بالنظام. بينما الكوبريتنج بروسيس او البروسيس المتعاونه ممكن تتاثر او تاثر تنفيذها من ضمنها مثلا ايش انكلودينج شيرينج داتا. ليش عملنا كوبريتنج بروسيسز؟ ليش مش كلهم اندبندنت بروسيسز؟ هلا زي ما حكينا البيرنت انشا تو بروسيسز ممكن حكينا لايش بدي اعجل عمليه الحسابيه كومبيتيشن سبيد توزع الشغل صح او نتشارك بالمعلومات انفورميشن شيرينج او من ناحيه الموديولاريتي شو نشكل على شكل موديولز. طيب او الكونفينينس يعني الموثوقيه انه اكثر من بروسيس تشتغل بنفس الوقت تمام. كل الهدف مشان نعمل ايش الكومبيتيشن سبيد اب او ممكن انه ايش يكون عندنا انفورميشن شيرينج. هلا البروسيس اللي بتاثر وبتتاثر من تنفيذ البروسيس الثانيه الكوبريتنج بروسيس هاي بحاجه لايش حكينا كوميونيكيشن هاي بحاجه للاتصال. اللي كوبريتنج بروسيس حكينا شو بدها اي بي سي انتر بروسيس كوميونيكيشن. لحد هون واضح شباب؟ واضح دكتور. طيب هلا الانتر بروسيس كوميونيكيشن بيتم من خلال تو موديلز او تو ابروتشز. الاول حكينا شيرينج ميموري او المسج باسنج. شو حسنات الشيرد ميموري شو سيئات الشيرد ميموري؟ من ناحيه السرعه هي اسرع شيرد ميموري ولا المسج باسنج شو بتتوقع؟ هي لا طيب لا الشيرد ميموري اسرع. ليش؟ لانها ميموري مشتركه بين التو بروسيسز بنشوف المسجات مباشره بخزن المسجات. بينما المسج باسنج بدي ارسل واستقبل زي ما انت تبعث لي مسج سنت ريسيف سنت ريسيف. طيب من ناحيه السكيورتي اي اعلى المسج باسنج؟ المسج باسنج من ناحيه السكيورتي اعلى بس شو من ناحيه السرعه مين الافضل؟ شيرد ميموري. هلا بنشوفها. هلا الانتر بروسيس كوميونيكيشن حكينا عندنا تو موديلز او تو ابروتشز الشيرد ميموري او المسج باسنج. الشيرد ميموري بحكي لك اريا شيرد امونج ذا بروسيسز ذات ويش تو كوميونيكيت منطقه مشتركه بين البروسيسز اللي بترغب بالايش بالاتصال. طيب مشان هيك حكينا هي اسرع بس المشكله بالسكيورتي حكينا المسج باسنج اعلى.
ليش؟ لأنه الكوميونيكيشن شو بتم؟ is under the control of user processes not the operating system. هاي هالمسج ماسك shared memory. هلا الكوميونيكيشن بتم من خلال ايش؟ اليوزر، مش من خلال الاوبريتنج سيستم. عشان هيك هي اسرع، بس من ناحيه السكيورتي ايش؟ اقل. بينما المسج باسنج حكينا بكون ايش؟ ابطا بس السكيورتي اعلى. شو عنده؟ تو اوبريشنز. المسج باسنج استخدم سنت مسج، ريسيف مسج، ارسل استقبل، ارسل استقبل. هاي هاي بروسس A بتبعث، بروسس B بتستقبل إلى آخره. طيب هلأ حتى نقدر زي عنا أنا بدي أبعث لك مسج واتساب أو مسج عادي إلى آخره، لازم يكون بين التو بروسسز اللي بدهم يتواصلوا، اللي بدهم يعمل كوميونيكيشن، بدهم وش تو كوميونيكيت، شو لازم يكون بيناتهم؟ أول شيء خط اتصال، صح؟ كوميونيكيشن لينك، من خلاله بتم إيش؟ تبديل المسجات، تناقل المسجات او المعلومات من خلال سنت مسج ريسيف مسج. مثلا انا ارسلت لك مسج سنت، بس بدي اعرف انه وصلتك، بتحكي لي ريسيف، صح؟ العكس تمام، انت بدك ترسل لي بتعمل سنت، وانا ببعث لك ريسيف اني استقبلت المسج. واضح شباب؟ واضح؟ واضح. طيب نعيد بس المعلومات اللي اخذناها. اخر اشي حكينا ممكن العمليات على البروسيس، ممكن بروسيس تنشئ another بروسيس. هاي البروسيس اللي انشأت البروسيس الجديدة شو منسميها؟ بيرنت. واللي انشأناها شو منسميها؟ الابن، تشايلد بروسيس. هل ممكن ينشئ اكثر من بروسيس؟ ممكن، بصير عندنا تشيلدرن بروسيس. تمام. طيب ليش بروسيس ممكن تنشئ اكثر من بروسيس او بروسيس؟ مشان تساعدها بالعمل الى اخره اللي حكينا عنه. طيب هلا من ناحية التنفيذ كيف ممكن يتنفذوا بيرنت وتشيلدرن بروسيسز؟ حكينا كم احتمال؟ احتمالين. اما البيرنت احتمالين، اما البيرنت والتشيلدرن بتنفذوا بنفس الوقت، او البيرنت بيستنى حتى تنهي مين؟ التشيلدرن. فكره هاي اللي استخدموا مثلا مين؟ الاوبريتنج سيستم اليونكس. ليش؟ لانه بيحكي لك هو انشا بروسس مشان تؤدي له مهام محدده، مشان هيك البيرنت لازم يستنى حتى تخلص وتعطيه المعلومات. تمام. طيب الفكره الثانيه، الفكرة الثانية شو حكينا عنها؟ من ناحية إيش؟ resource sharing. البيرنت والتشيلدر ممكن يتشاركوا بكل الريسورسز، أو البيرنت والتشيلدر ما يتشاركوش بالريسورسز، أو التشيلدر يأخذوا مجموعة جزئية subset من البيرنت resources. أوكي؟ طيب من ناحية التيرمينيشن، إذا البروسيس أنهت بشكل طبيعي، تشيلدر شو بتستخدم؟ الكوماند، حكينا باليونكس اكزت، صح؟ طيب هاي بتكون انها بشكل طبيعي، مشان هيك لازم الاوبريتنج تخبر الاوبريتنج سيستم اني انا انهيت، مشان ايش يعمل لها؟ حذف من النظام ويعمل دي الوكيشن لكل الريسورسز كانت معطاه لها. تمام. طيب هلا ممكن بيرنت ينهي تنفيذ التشيلدرن او واحده من البروسيس او كلهم قبل ما تنهي عملها. ليش؟ في ثلاث احتمالات. انه التاسك المعطى لها بطلت مهمة، صح؟ انا بدوش اياها، او نفس البيرنت نفسه انها، او بدها تاخذ ريسورسز اكثر من المعطى لها. بهاي الحالة ايش بعملها؟ تيرمينيشن. شو الكوماند اللي بستخدمه؟ ابورت، اجهاض. طيب هلا اذا البيرنت انها كل ابنائه منه تعطيه، هاي اللي بنسميه ايش؟ كاسكيدينج تيرمينيشن. إذا البيرنت قالها كل تشيلدرن والجراند تشيلدرن تبعونه لازم ينهوا. واضح؟ طيب أخذنا كمان نوعين من البروسيس رئيسيات، إما إنديبندنت أو كوبريتنج بروسيس. الإنديبندنت المستقلة، هاي بتأثر أو بتتأثر بتنفيذ أذر بروسيسز؟ لا. بينما الكوبريتنج بروسيس ممكن تأثر وتتأثر من تنفيذ البروسيس الثانية. ليش عملنا كوبريتنج بروسيس؟ مشان ممكن نتشارك بالداتا، نزيد السرعة computation speed up وكل هاي الأمور والmodularity والconvenience إلى آخره. طيب هلأ لما يكون عندي cooperating process أو dependent process اللي نسميها، بحاجة هذول لإيش؟ لاتصال. شو اللي سميناه؟ inter-process communication، على الاتصال between the processes. طيب بيتم من خلال كم موديل؟ two models، إما shared memory أو message passing.
الشيرد ميموري حكينا هاي شو بتكون؟ منطقة مشتركة بين البروسيس اللي ذات they wish to communicate اللي بدهم يتصلوا. حكينا هاي من ناحية السرعة أسرع بس من ناحية السكيورتي أقل من المسج باسنج. ليش؟ لأنها بتتم under the control of users not the operating system. طيب بينما المسج باسنج لا شو استخدمت؟ أبطأ من الشيرد ميموري بس سكيورتي أعلى. send receive send message receive message. حتى يقدروا يتواصلوا لازم يعني يعمل establish أول شيء لإيش؟ لكوميونيكيشن لينك خط اتصال. أي استفسار على chapter 3 قبل ما نبلش إن شاء الله المحاضرة القادمة بالسي بي يو سكادجولينج؟ أي استفسار يا شباب؟ لا دكتور يعطيك العافية. طيب يعطيكم ألف عافية إن شاء الله يوم الثلاث بنكمل. يعطيكم ألف عافية.